اللون الأخضر هو لون الطبيعة الذي يعكس مختلف الفوارق البسيطة بين النباتات، وهو رمز الحياة نفسها. ينبض الأخضر بغابات إفران، أجمل غابات الأرز في المغرب، وموطن سعدان المكاك الذي يعيش هنا بحرية مطلقة. أحب السكون الذي يسود هذه الغابة. حين لا أكون في متجري لعدم وجود زبائن، أمضي معظم وقتي في هذه الغابة. أجول عادة بين أشجار الأرز العملاقة. هنا أشعر بالسلام الداخلي، وهو ما يجدد طاقتي. من المستحيل تخيل الحياة من دون هذه الغابة. مع بزوغ الشمس تنزل سعادين المكاك من أشجارها وتنتشر في الأرض الرحبة طلباً للدفء. ويأتي محمد لزيارتها يومياً بدءاً من فصل الربيع. سعادين المكاك تتميز بالذكاء كالبشر تقريباً. إنها تستوعب الأمور سريعاً. إذا أرادت الحصول على شيء ما، فإنها تتصرف كأي إنسان. تنتهز فرصة انشغالك بأي شيء لتأخذ ما تريده، خصوصاً إذا كان طعاماً، فتنهب جائزتها وتتسلل ثانية إلى أعالي الأشجار، وتبدأ بالتهامها أثناء مراقبتك جيداً. وأحياناً تسرق أشياء تظن أنها طعام، وحين تدرك أنها أخطأت، تبدأ باللعب بها وتنتهي بقذفها إلينا ثانية. سعادين المكاك هذه المحبة للعب واللطيفة هي بمثابة روح غابة إفران. عادة ما تكون برية، لكن مجموعات معينة منها تعلمت كيف تتعايش مع البشر. سعدان المكاك هو السبب الرئيسي لانجذاب حشود السياح الكثيرة إلى الغابة. يأتي الناس من كل أنحاء المغرب وما وراءه لسماع تقليد هذه الحيوانات التي تحاكي البشر وهي تتوسل الطعام. مأوى المكاك الطبيعي في جبال الأطلس يمثل مطمعاً لاستخدامات أخرى. تأوي غابة إفران أيضاً قطعاناً كبيرة من الأغنام التي تأتي لترعى هنا. ومن دون قصد يواصل رعاة الأغنام دفع المكاك إلى حافة الغابة. إلى جانب الأغنام، أدى الاستغلال التجاري لأخشاب أشجار الأرز القيمة إلى تقليص موطن هذه السعادين. تقطع آلاف الأشجار سنوياً لتلبية مستلزمات البلاد من الحطب في منطقة الأطلس المتوسط. خلال بضعة عقود دفع البشر وآلاتهم آخر قطعان الحيوانات البرية إلى خارج هذه الغابة. ها
حتى نهاية الستينيات كانت توجد أسود ونمور هنا، كانت أوكارها هناك في مكان الأكواخ، كما كانت موجودة أيضاً في منطقة سيدي يحيى في سلاسل الأطلس الكبير عند قرية تونفيت. وبسبب استغلال خشب الأرز بمعدلات كبيرة، دفعت الضجة الناتجة من العاملين في قطع الأشجار هذه الحيوانات للهروب من الغابة. كانت التجوال عبر هذه الغابة خطراً جداً من قبل. كان هناك الكثير من الحيوانات البرية كالضباع والذئاب والثعالب. اعتادت كلها العيش هنا، لكنها اختفت تدريجياً. في غابة إفران ما تزال هناك بعض المناطق المحمية للحفاظ على سعدان المكاك، لكن آخر مجموعة من المكاك الموجودة في الأطلس والتي ما تزال تعيش في بيئة طبيعية تنقرض تدريجياً ببساطة، وينقرض معها رمز هذه الغابة. في جنوب فاس يشكل متنزه إفران الوطني الذي تبلغ مساحته 276 فداناً رئة المغرب الخضراء. اللون الأخضر يعني أيضاً معجزة المياه المبهرة في منطقة تندر فيها الأمطار وتغطي ثلثها الصحراء القاحلة. في جنوب ورزازات تقع أروع بساتين النخيل في المملكة. يمتد سعف نخيلها المترف في شريط أخضر طويل إلى مسافة تبلغ 200 متر في واد يكتسي بالألوان البنية والصفراء، وهو وادي درعة. في هذا الوادي تشكل مليونا نخلة غطاء للمحاصيل الأخرى. تحت سعفها تتدلى فاكهتها الذهبية التي كانت ذات يوم طعام البدو الأساسي والذي يبرز في كل طقوس الحياة المغربية. يعيش الجميع هنا من رزق النخيل، يجني الناس القليل من الأموال منها بينما يكسب الآخرون أموالا طائلة. لا بس برشوية. هناك متخصصون يتسلقون النخيل ويسقطون التمر على مشمع أسفل الشجرة. نبدأ بفرز التمر الساقط فوق المشمع أو إلى جانبه، ثم نضعه في صناديق ونحمله على ظهور الحمير ونعود بها إلى ديارنا. نأكل التمر الصالح أو نبيعه ونقدم السيء منه للحيوانات. لدينا كميات هائلة من التمر هنا، ويعيش غالبية الناس على هذه الفاكهة. يتدفق الناس من أكادير ليحملوا التمر في سياراتهم ويعيدوا بيعه. في زاكورة تنبض بساتين النخيل بالحركة من الصباح الباكر. يجب عدم إهدار الوقت مراعاة للنباتات. مثل الحناء، وهو شجر صعب النمو ويستلزم قدراً كبيراً من الاهتمام. يزرع الحناء في مناطق صغيرة ويحصد مرتين أو ثلاث مرات سنوياً قبل تجفيفه في الظل. في تنزلين بوادي درعة تنتج جمعية الوفاء التعاونية للسيدات الحناء الطبيعي من هذه الأوراق الجافة. تأتي ما يقرب من 30 امرأة للعمل هنا يومياً.
تقوم فاطمة وجميلة ولبنى ونجاة وغيرهن بتحويل هذا النبات المعروف بفوائده العديدة. ينسب الفضل في وجود هذه الجمعية إلى عزيمة مديرتها عائشة التي تعمل في مجتمع يتخذ فيه الرجال القرارات غالباً. نشتري الأوراق الجافة ونحولها إلى مسحوق. يكون الحناء أخضر اللون وهو طازج ويترك لوناً أحمر جميلاً على البشرة. مع تعتق الحناء يسبب لون المغرى الصفراء على الأيدي، ومع مرور الوقت يزداد لونه ثراء وجمالاً. أخلط الحناء بالمياه ثم أضعه على يدي ورأسي أيضاً. نقوم بتسريح شعرنا به ثم نغسل شعرنا، لكن عادة ما يستخدم الحناء في الحفلات. بالنسبة إلى هؤلاء النساء اللواتي يتمسكن بالمعتقدات التقليدية، يعتبر الحناء المسحوق السحري الذي يحميهن ويساعدهن ويحقق أحلامهن. لقد أبهر الحناء وفتن المجتمع المغربي كله إلى قرون. الحناء مهم جداً لنا، إنه يحمينا ضد الكثير من الأشياء ويزيل الحزن ويجلب السعادة. إنه عنصر جوهري في حياتنا. عندنا مزيانة. بالرغم من أن منتجاتهن لا تباع في كل أنحاء المغرب، إلا أن نساء تنزلين مولعات بالمجيء إلى هنا. هذه الجمعية هي أول وأفضل مجتمع يجتمعن فيه بعيداً عن الرجال. جمعية الوفاء التعاونية هي مجتمع صغير من النساء اللواتي يكسبن قوتهن من الحناء بكل سعادة. في جنوب وادي درعا في بلدة تامجروت يحتفى باللون الأخضر بطريقة أخرى. اكتسبت ورش الأواني الفخارية، وهي الأقدم في البلاد، شهرتها من اللون الأخضر المشتق من طلاء المينا. إلى أكثر من 400 عام تشارك عائلتان في الورش والموقد. إنهم يصنعون هنا نوعاً من الأواني الفخارية القروية. ما يزالون يصنعون لون تامجروت الأخضر يدوياً، وهو إرث توارثته الأجيال على مدار القرون بحسب تفسير حامد. إنه إرث أجدادنا، لهذا احتفظنا بهذا اللون لنصبغ به أوانينا على مدار الوقت. هدفنا هو الحفاظ دائماً على الأواني الخضراء. لو كان الروائي بيير لوتي سلك هذا الطريق أثناء رحلته إلى المغرب في عام 1889، فمن المؤكد أنه كان سيرى هذه المواقد القديمة نفسها على شكل قباب. كان سيكتب عن هذه المواقد وهي تطلق الدخان الأسود، وربما تذكره بنيران بنارس في الهند. يبرز لون طلاء المينا الأخضر في تامجروت في مواقد الطمي هذه المسخنة مدة 5 ساعات على حطب النخيل والشجيرات الجافة حتى تصل إلى 1100 درجة مئوية. يكمن سر اللون الأخضر في أشغال المينا المصنوعة من السيليكا والمنغنيز وأكسيد النحاس وطحين الشعير. هناك أطباق ومرطبانات وأوعية خضروات وشمعدانات وصحون سجائر وغيرها، ولدينا أيضاً أوعية الخلط العملاقة لأنها منتجات تستخدم عادة في المنطقة الجنوبية.
اللون الأخضر هو لون الطبيعة، كما أنه لون السلام، وهو يستخدم كثيراً في الأضرحة والمساجد. في العالم الإسلامي يمثل اللون الأخضر لون الديانة الإسلامية بشكل أساسي، يتجلى الرمز الأبرز لهذا اللون في أعلى مبنى ديني في العالم، وهو مسجد الحسن الثاني الشهير، والذي بني جزء منه أعلى البحر في الدار البيضاء. هذا هو أثر القرن وحلم أمة الذي حققته رغبة ملكهم الراحل الحسن الثاني، الذي شيد واحداً من المساجد الأكثر إبهاراً في العالم. بعد 7 سنوات من البناء، برزت تحفة فنية من الفنون الأثرية وفن العمارة العربية الإسلامية فوق البر والبحر. أراد الملك بناء تحفة غنية، وشارك أفضل الحرفيين في المملكة في بناء هذا المبنى العملاق من الرخام والجرانيت والأسمنت، يسرد المرشدون السياحيون أبعاده المبهرة. يعتبر المسجد من أكبر المساجد في العالم، حيث يغطي مساحة تبلغ 21 فداناً، 16 فداناً هنا في الخارج، وخمسة أفدنة في الداخل في قاعة الصلاة، ويسع المسجد 105,000 شخص، 25,000 داخل قاعة الصلاة، بمن فيهم 5,000 امرأة في طبقي الميزانين اللذين نراهما في الأعلى هناك. استخدم الطراز المغربي المعماري، وهو منتشر في شمال إفريقيا وإسبانيا، ويمكن رؤيته في القباب المصنوعة من خشب الأرز، وهي أخشاب الأرز المغربية المنحوتة والمطلية يدوياً، وقد صنع الطلاء بطريقة تقليدية من المنتجات الطبيعية. على ارتفاع 60 متراً يفتح السقف الثقيل للسماح بدخول أشعة الشمس. يستخدم مكان العبادة بعض التقنيات، بما أن الآلات هي الوحيدة القادرة على تحريك مثل هذه الأثقال بمثل هذه الأبعاد. كشفت الإضاءة أخيراً بعض المخطوطات التي توضح أسماء الله الحسنى بالقرب من حافة السقف. يتمتع مسجد الحسن الثاني بثروة مدهشة من الزخارف. يأتي الناس من كل أنحاء العالم لمشاهدة هذا الفن الأثري الذي يتحدى الزمن. المكان كله جميل جداً، وكل ما ستراه هنا هو موهبة. كل الأعمال الفنية التي نراها في كل مكان هنا تجعلنا نشهد على قدرات البشر التي تتحقق من أجل قضية سامية، حين يستطيع الإنسان استخدام هذه الموهبة لتجميل حياتنا. لأداء الصلاة تدخل النساء من باب موجود في ظهر المسجد، ويتجهن إلى طابق الميزانين. يصلي الرجال في الطابق السفلي في الصحن الأساسي.
تكسب الرزق ديالك في البيع والشراء ديالك، ولكن إذا كنت صادقا وأمينا. أريد أن أبني هنا بيتا جميلا لله، مسجدا تعلن منارته عن صوت الخلاص وطريق الله لكل السفن القادمة من الغرب. كانت هذه هي أمنيات الملك الذي بنى المنارة العظيمة في الدار البيضاء. في مقاطعة قلعة السراجنة يحكى أنه كان هناك واعظ عاش حياة الترحال من قرية لأخرى لتأسيس المساجد ومدارس الصوفية. وفي مثواه الأخير يرقد هذا الولي في قبره بقرية غطتها المياه الموجودة وراء السد بعد 4 قرون في السبعينيات. في هذه المقاطعة التي يسكنها الفلاحون ورعاة الأغنام والصيادون تم تناقل قصة هذا الولي على الألسن، ورواها كل فرد على طريقته الخاصة. غادروا قرية الغابة وساروا حتى وصلوا إلى كهف عملاق على ضفاف النهر كانت تسكنه الأسود. خاطب الشيخ هذه الوحوش قائلاً: لقد قضيتم وقتكم في هذا الكهف، وقد حان وقتنا لنعيش هنا، عليكم الرحيل. فرحلت الأسود. واصل الرجل سرد هذه القصة المدهشة لنا وهو البطل والولي سيدي علي بن نويتي. تحدث عن يوم كان طقسه حارقاً لدرجة أن الرجل وأتباعه قرروا التوقف فترة في منطقة مهجورة تماماً، وبعدما استراح قليلاً وقف الولي فنمت شجرة فوراً في مكانه. والآن بعد بضعة قرون ما تزال تنمو هنا واحدة من أجود أشجار الزيتون في المغرب في عزلة تامة في هذه الأرض القاحلة. نحن نحظى بحماية أجدادنا في هذه المقاطعة. إن مرضت إحدى أبقارنا نذبحها، ويمكننا تناول لحمها من دون الإصابة بأي مرض. وكذلك لا نخشى الكلاب المسعورة، لا نذهب إلى الطبيب حين يصاب أحدنا بأي مرض. هذه المنطقة مباركة بنعم الله. في التسعينيات قال كل سكان القرية إنهم رأوا الحلم نفسه. جاء الولي ليطلب منهم بناء مقبرة جديدة له حتى يتمكن في النهاية من المجيء والركود في سلام بالقرب منهم ولا يبقى إلى جوار السد. لبى الرجال هذه الأمنية وأخرجوا عظامه من القبر حتى يمكنه الركود إلى جوار الأحياء تحت هذا القماش الأخضر، وهي علامة على مكانته. تأتي النساء طلباً لمباركته ودعمه. تكريماً لهذا الولي يرتدي الرجال أزياء المراسم للإعراب عن تقديرهم واحترامهم له. أسفل شجرة الزيتون أضاف راوي القصة العجوز أن أكثر جزء استثنائي في القصة هو أنهم حين حفروا مقبرة الولي القديمة وبعد وفاته 4 قرون وجدوا أن جثته لا تزال في حالة مثالية. والآن من ضريحه المرتفع يراقب هذا الولي سكان القرية، وستظل ذكراه باقية هنا.